وفينك نعاودوا نولوا، وفينك سمحوا لنا نعاودوا نولوا نتكلموا على المقابله تاع برشلونه ومراكا، مقابله نجموا نقولوا ثلاث نقاط مضمونه لبرشلونه. علاه نقولوا كيما خرجت عليه تستقبلها في بلادها مالاغا، عند راهي في كيما يقول لك كلاسيا ديرني مع لي ديرني، ما راهيش مالاغا مالاغا البرشلونة راهي تحوس باش السنه باش تدي الشامبيونات باش تدي القاب. على هذيك ما تسامحش في بلادها، خاصه مع الفرق الضعيفه، مع الفرق الضعيفه واش تاهي. لو نعاودوا نولوا نعاودوا نتكلموا، حنا نتكلموا كيما هكا بصح مي تبقى تشوف الستاف تكنيك والمدرب تاع برشلونه ما يقولكش غدوه غادي نربح، يعاود يقرا مالاغا مليح ويعاود يحلل نقاط الضعف تاع مالاغا ونقاط القوه تاع مالاغا، ما يمشي قاعد يقول لك مالاغا غدوه نربح. هذيك تاع غدوه نربح ما كاش، كاينه غير في البلاطوات عندنا حنايا تاع غدوه نربح، عند الرجاله اللي يعرفوا البالو القيمه تاع الفوتبال ما يقولكش غدوه نربح. لبدا يقرا المقابله ويقرا حتى الاربيتي صفر باش يقول لك ربحت، ماشي كيما اليوم الغدوه بيلعبوا يقول لك غدوه نربحوا. في بلادنا غدوه العقليه تاع في بلادنا نربحوا، هذوك ما عندهمش. مالاغا تنجم دير مفاجأة في البارسا، تنجم دير مفاجأة، ما تنجمش الناس ما تحقرش. أما على هذيك غادي نشوفوا مقابلة من جانب واحد، مقابلة من جانب برشلونة، ونشوفوا مقابلة جميلة، خاطش على كي تكون بارسا أمام فريق متواضع تشوف في النيات، تشوف في النيات، تشوف اللعب جميل، تشوف خطة شابة، تشوف في النيات، تشوف النيات. على ذيك نقولوا شوفوا مقابلة شابة إن شاء الله وفيها أهداف، وربي يحفظكم صحيتكم.